وش هي تكرهها؟ فيها مشكلة حاصلة. تكرهها 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 تقول مشكلة تكرهها. في صوت بينكم الآن أشوفكم متلجين أسمعكم. أنا أقدم كرامة تقدم لحم حاشي؟ أيوه يعني في مشكلة في مشكلة. في كرامة كرامة. ما يخالف ما يخالف. أنا لما أحطي منك على كرامة يا سالم حسين حودي على الحماد. يعني في مشكلة. هذي شلون؟ يعني في مشكلة. هذي شلون؟ يعني في مشكلة. يا أخي أنا أشوف اللي جنبك. لا 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 لا. من اللي بيتكلم؟ من اللي بيتكلم؟ من اللي بيتكلم؟ لا لا لعبت في وجهك. بيتكلم واحد عشان أكلمه. لعبت في وجهك يا سالم. لا 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 لا. أمدي منك على كرامة. أمدي منك على كرامة. تودي على الحماد. إيه. يعني عادي كل كل اللي مدي يعني في مشكلة بس. حاجة كل ما تقدمي منها. طيب. حاجة كل ما تقدمي منها. ما خال ما ما. كل ما تقدمي منها. ما عشان أسمع. أنا ما أسمع. لا. يا عايض. عايض أنا ما أسمع. مداخل العايض يا جماعة. مداخل العايض. ما طلبنا حد فيه. تفضل عايض. رجال. اثنين. محمد ناصر. اثنين. اثنين. لا أصبر. تتكلم على محمد. خليك بواحد. خليك واحد أصبر. أصبر. اللي واقف منهم. رجال. الكلام معاي. بتتكلمون بنسكر الكلام معاي تفضل يا محمد ابن ناصر اصبر اصبر لا ما نسمعك يا ما يا اخي يا اخي عنده مشكله انه يسمع تفضل عايض الان يوم قلت انا في مشكله بين عايض وخالد انا ما اقدر اقبل شهادتك صح حقك يا اخي انا حق انا انسان حقاني وبضرب بالحق ما عندي بحد انت الان يا عايض انا مدرك انك منفعل لكن انت كان بالعكس مو منفعل بالعكس والله مو منفعل طيب ما خالد والله مو منفعل انت كان بينك وبين خالد مشكله لا تعشاك سببها وشو شوي شوي عشان افهم انا عشان اقدر بعدين اقبل شهادتك يوم قلت والله مخالف. انت انت راعي سلوم وتعرف ما خال علمنا يا اخي وش اجل سلومي اجل سلوم بعلمك انا وش ها ما تبي تتكلم ها ما تبي تتكلم لك انا ايش قايل لك لا ما سمعتك يا اخي لجل اللي جنبك تكلم بعلمك بعلمك السلم الاول السلم الاول ايه؟ السلم الاول ايه؟ اللي لما احط قدرك على كرامه ايه؟ ما تعودي على ودان يا اخي يا اخي ها هذه هل هو يدري بكرامتك يدري بعشاك ها في ذمتك في ذمتك كان يدري بعشاء الساعه كم اي وانت وانا ايش قايل لك البارح قبل ليله العشاء تقوم على يومين ايام ما قلت عشاء بدون تحيز ها الكلام واضح هاي عايض عند الحق عايض يا ريجي عند الحق عايض عند ابوك يا عد لا لا قلتها قلتها لا لا قلتها لا لا قلتها 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 وش قلتها وش قلتها لا لا قلتها قلتها وانا من زايد لا لا قلتها 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 خالد معلش خالد بنكفيك يا خالد يا عايض عشان له خمس ايام وكل يدريبه كل يدريبه ما حددته يا عايض انا بعرف شلون ادش عليهم انا بدش عليهم تكلم خويك كلمه يا ايه بتكلم خويك ولا بتكلمنا معلن عايض عايض انا ما اقدر اسمع كقفل اسمع منك ولا لا اسلم اسلم يا اسمع منك اتكلم ولا تكلم تفضل يا عايض معك سالم يا الربع يا رسل عني عشان نفهم عشان نفهم دقيقه دقيقه انت مشكلتك مع خالد انه قدم لحم حاشي ليلة انت وجبت المتسابقين ووجبت بدون تحيز اللي تكلم عندي يا ربع ما نسمع يا ربع يا ربع يا ريجي يا ريجي اشكف نايف يا ربع خلينا نتكلم مع الرجال يا ريجي خلينا نتكلم معه خلينا نتكلم الظاهر ان الحقيقة يخافون من ظهوره شباب خلينا نتكلم خلينا نتكلم كذا ما يا شباب خلونا نتكلم يا ريجي خلونا نتكلم زايد حلوا مشاكلكم تعال عايض لا صرت عايض لا صرتوا اعلاميين محترمين عايض نتكلم يا ريجي نتكلم عايض آه شلون يعني نخلي عايض يروح لوكيشن ثاني عشان نسمع اسلم اسلم تفضل ابو حزام يا الربع عايض هدي بس شوي انا مهدي والله اللي مهدي طيب مهدي ومهدي خل اخويا يهدون ولا خل اخويا يهدون واحد يبي يتكلم واحد ما يبي يتكلم وهو يعود علينا ويعود على اخوه كان اللي جنبي ذاك يتكلم ها ها يلا يلا اوف اوف تبغي ذاك الحين نقول يلا يلا عايض ما تعرف تفاهم تفاهم معه انا قاعد تفاهم مع سالم تفاهم مع جميلك يا عايض حلو مشاكل مناصر اخوي الكبير اي كويس تفاهم طيب قول له قول له بقول له يا اخوي الكبير انا بتكلم المداخله لي مداخلاتك ابو ناصر انا ما قاطعك ولا اخذ من وقتك عادي عايض هذا وقتك ابو ناصر هذا هذا وقتك وقت الناس اللي تشوفك انت تقول شله من خالد ولا تخلي حد يدخل بكم انا انا اتكلم مع عايض انا اتكلم مع عايض لا حول ولا قوه الا بالله هذه مشكله الحين ما ادري وش يبي انا قاعد اكلم عايض لا حول ولا قوه الا بالله عايض انطق عايض لا حول ولا قوه الا بالله وش يبي هو الحين المشكله وش اسلم 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 يا سالم اسلم اسلم عايض مداخلتي معك مداخلتي انت الحين زعلان مستاء من جاي
لا عارف نقطع نقطع المداخلة. لا أنا بتكلم. طب حلو طب خلي طب قول له تفهم بس قول له عشان خاطري قول له. عايض جاء طاير ماسك الكتف ليش؟ إيه فلاح قل له فلاح بعد قام يقول لا الله يكون في العون لا حول ولا قوة إلا بالله. نبي العاد تفضل. صلي على أول شيء. كويس يعطيك العافية شكرا. كمل سالم. راح الوقت يعني الحين تجي تقول أنا ما أخذ وقتي ولا أقدر أفضفض وأقول لي في خاطري وخمسة يتكلمون. لو سمحت اذا بنكمل كمل يا سالم تفضل. عايض عايض كان صريح في بدايه مداخلته بس ماسك الكتف اليسر احسب احنا بنتركه. ضربته مطب اهتز توازنه. عايض ما ضربت والله ما خال انا عشان ارتاح اريح كاني بعد غيري انا مطب وتعدى بيض الله وجهك. اسلم ما يخالف. شوف بتحط تروح الهوامش يمين يسار. اسلم ما تقول حطيت اليمين مطب عملهم. ايه؟ اللي حطيتهم مطب ما ادري. طيب أسلم. لا حطيت الحادثه ما حطيتها. لا توك تقول مطب اعرف الريجي حطيتهم مطب مننت ما حطيت الريجي مطب. اسلم انت وانت تسمع انت. اسلم انا اقول حطيت الحادثه مشكلتك. ايه. مطب قدامك. ايه. انت تجاوزته قدرت اسمع منك واقول انت معك الحق. لا ما تجاوزت. اسلم خويك ابو ناصر ما خلانا نتحاكى الان. ابو ناصر تكلم على الحق الان يا عايض. انت الان جاي تقول خالد تكلم علينا وخالد حنا كذا وحنا خالد هنا. انا قلت بينك وبين خالد مشكله. قلت انت اصل المشكله انه قدم لحم حاشي ليله عشاء للمتسابقين وفقره بدون تحيه. يا اخي اصبر يا اخي خلني اكمل. خلنا المشاهدين يدرون يا اخي ايش خلتونا. ابو ناصر زعلان عشان ما جات الامبراطوريه. يا ابو ناصر انت ما تبي جماهير وش تسوي بك؟ اشغلتنا من اول اذيب تفرس بياديك واليوم جاذب على فرس عداد. الان اسمع يا عابزاي. انت زعلان عشان خويك او زميلك. لا انا زعلان ولا زعلان. يوم خويي بيقول متسابقين ما ادري ايش فيهم علي. ما لا دي هذه انا زعلان عليها. خلاص لك. ايه؟ ازعل انت الان. مشكلتك اللي صارت ليله الاول ان زميلك جاب لحم حاشي وانت مكرم من بدون تحيز. السؤال جاوب ان كانك صادق وتعد الحق. طيب. هل زميلك يدري بكرامتك؟ علي بالحرام يدري والله انه يدري والاعداد يدري وبيارة يدري الحسين يدري كل الرجال بتحطها في ذمتك. ها بتحطها في ذمتك.